يعني نبي ندخل الجنة إن شاء الله يبا. أنا ما نبي ربك ولا نبي بس أنا ثقتي بربي إذا قريت القرآن قريت الآيات ذولي إن الله غفور رحيم وإن قليل عفوه أعظم من عظيم عفونا وإن قليل عفوه ذا بفضله ورحمته وعطاه يبي يمحى عظيم ذنوبنا إن شاء الله. الله كل الآيات أنتم الآيات الزينة ما تبونا تجيبون لنا آيات النار. القرآن بوه آيات نار وآيات جنة لكن آيات الجنة تطمن ويتمحى إن شاء الله بعض ذنوبنا إن شاء الله. إذا اجتنبنا كبائر الإثم ترى كبائر الإثم اللي بحد يكفر عنا سيئاتنا الثانية. هل ما وما أشكاله.